من جديد أهلا بكم في شير. عام 1985 ظهرت رواية الحب في زمن الكوليرا للكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا، ونجحت جدا وتحولت لفيلم وأصبحت إحدى أيقونات الأدب العالمي. الخبر الصار هو أننا أصبحنا رسميا في 2020 نمتلك نسختنا الخاصة، بل والحقيقية ليست مجرد خيال مؤلف، من الحب في زمن الكورونا. دعونا نشاهد. وبالبحث عن جيرمي كوهين بطل هذه القصة، تبين أنه مصور حر يعيش في بروكلين نيويورك، وكحال الكثيرين شعر بالملل بسبب الحجر المنزلي، فأدار كاميرته من الشرفة. التقط الفتاة توبي وهي ترقص من الملل أيضا فوق سطح منزلها. جيرمي بالأصل لديه حساب موثق ويتابعه أكثر من 300 ألف شخص، أما توبي فلديه الآن حوالي 25 ألف متابع، هم في ازدياد من بعد هذه القصة. صورها القديمة كانت تحصد بحدود 500 إعجاب، أما صور قصة حبها مع جيرمي تحصد الآن آلاف الإعجابات. جيرمي كوهين شعر أنه لا بد لعلاقتهما أن تتطور للمرحلة التالية. تعتقد كيف فعل هذا في زمن الكورونا والحجر المنزلي وضرورة الحفاظ على التباعد والمسافات الاجتماعية؟ دعونا نشاهد. Time for my boldest move yet. I hope she doesn't burst my bubble. I needed to see her, but I also wanted to respect the fact that we should be social distancing. I crossed the street and texted Tori to come outside and look to the left. I think she liked it. I brought flowers and hand sanitizer, but that was a misstep considering I was locked inside this bubble. We were having a lovely walk in the neighborhood when a cop car pulled up. But he recognized us from the news last night and just wanted a selfie. التعليق الوحيد بالنسبة لي هو أن من يحب فعلا سيجد طريقة ما ليصل لحبيبه. هذا الفيديو اقترب من مليون مشاهدة في 5 أيام. صحيح أن كورونا كارثة إنسانية، إلا أنها حملت أخبارا سارة للبعض. جيرمي كوهين لم يقع في الحب فقط بسبب كورونا، بل جاءته فرصة العمر. مجلة نيويورك العريقة اختارت إحدى صوره لتكون غلاف المجلة، وداخل العدد نشرت مجموعة من الصور التي التقطها لمدينة نيويورك من شرفته، يوثق فيها ما فعله كورونا في المدينة التي كانت يوما صاخبة، وكيف يقضي أهلها أوقاتهم أثناء الحجر الصحي. صحيح فعلا لكل شيء في الدنيا وجهان، سلبي وإيجابي. ألا توافقون الرأي؟ شاركونا أرائكم عبر صفحات شير على مواقع التواصل الاجتماعي.